هو بالسهل يعني على أي أسرة إن البيت يهدم يعني يا جماعة؟ يعني ده مصيبة لوحدها، تبقى هي لوحدها ويعني محتارة تعمل إيه؟ تجيب منين؟ تصرف إزاي؟ تودي المدارس إمتى؟ مش عارف. الكلام ده كله موجود. هو مجتمعنا إحنا يعني مجتمعنا غالبيته أسر ميسرة ولا أسر ظروفها صعبة؟ طيب ما كان الموضوع الفكرة بتاعته كده، إن يبقى في الرقم ده مش مثلاً الرقم فيه ده 40-50 مليار جنيه، مش النهاردة لما نيجي النهاردة وزارة التضامن تقوم تقول لي إحنا مدينين ب 350 مليون جنيه، يعني معناه إيه؟ معناه إن الرقم ده بقى دين، بغض النظر دين على مين؟ يعني مش القضية عندي ب 350 مليون، لأن اللي أنا قلت لهم الرقم اللي هيتحط لو الناس حطت مليارين هنحط مليارين، حطوا خمس مليارات هنحط خمس مليارات، لأن الصندوق ده لما يبقى صندوق قوي وضخم هو عبارة عن صندوق اجتماعي، ضمان اجتماعي لأسرنا، لبيوتنا، لأولادنا وبناتنا الصغيرين. القضية كده باختصار. اتفضل يا فندم. اتفضل. شكرا يا فندم. هو برضو يعني زي ما سيادته وجه ان لازم الصندوق يبقى قايم على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى. عملنا دراسات اكتوارية أخذت مننا وقت كبير جدا بالتعاون مع وزارة التضامن، ادتنا بيانات كتيرة جدا بحيث ان احنا نقدر نحط ان المبالغ اللي تقوم الصندوق وما تخليهوش يرجع مديون تاني. الدراسة الاكتوارية انتهت يا فندم الأسبوع اللي فات، والحمد لله، وبأعلن أمام حضرتك وأمام السادة الحضور جميعاً إن المبالغ هتبقى زهيدة جداً، لا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل، هتبقى مبالغ زهيدة جداً، ومحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق. الصندوق هتبقى له موارد من مصادر متعددة هتغطي كل التكاليف إن شاء الله، لأن هو قايم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وإن شاء الله قريب جداً هنعرضه مع المشروع القانون على سيادتك. أنا بس عايز أضيف حاجة للنقطة دي. أنا بتكلم على الدين وهتكلم على الدين في النقطة اللي بقولك عليها دي. أنا بتكلم إن من مصارف الدين في مصاريفنا إحنا المالية، أنا من حقي أتبرع للصندوق ده وانا من غير ما يكون في حد من عندي بيتجوز ولا حاجه. ليه؟ لان هو في النهايه هيبقى عباره عن كفيل، كفيل يمنع حوجه الناس الاسر. انا احنا فاهمين انا بتكلم على الناس فاهمه ان الموضوع كله في صدقه تتحط في لحد كده او لبنى جامع او دار ايتام او كده. لا ابدا، حتى في موضوع زي كده، لانه في النهايه انت بتحمي مجتمع وبتحافظ على صلابته وقوته. ده انا بقولها كده يعني لان كتير مننا يعني في فهمه لديننا او للاديان يعني فهم ضيق قوي، ورغم ان الحكايه كلها اسعاد الناس. الحكايه كلها اسعاد الناس. يعني لما سال ما عندناش. طب اتفضل. ما فيش طلاق فعلا، لكن اولا في حالات طلاق بس وان كانت محدوده، لكن في نفقة، مش في نفقة، وفي متطلبات زواج، يعني نفقة معيشة ونفقة الأطفال، كل المسائل دي الصندوق هيغطيها برضو. طبعاً الصندوق هيغطيها. فعلى هذا الأساس المبالغ دي هتفرض على الكل مسلم ومسيحي، ما فيش فيها حاجة، لأنها هتتصرف على الكل مسلم ومسيحي. يعني انتوا ما تعرفوش ان قداسه البابا غالي عليا قوي ولا ايه؟ يعني ده كلام يعني. لكن عايز اقول لكم زي ما قال معالي وزير العدل، يعني ان هو الفكره كلها ان احنا لما درسنا الموضوع ما درسنا على ان هو لجزء من المجتمع وبيت المجتمع، لا ابدا، للكل زي ما اتقال كده. ودي اليات عمل حكومه، اليات عمل دوله،
مش آليات عمل يعني مؤسسات خيرية أو جمعيات أهلية، مع كل التقدير والاحترام لهم.